اهلا بيكم في كورس الاسبونسرشيب. في الكورس ده هنتعلم ازاي تجيب سبونسر للايفنت بتاعك من اول خطوه لحد اخر خطوه، وكمان ازاي تفتح معاه ديل للسنه الجديده ويبقى هو اللي حابب ينزل معاك الايفنت بتاعك من غير حتى انت ما تعمل مجهود كبير. في الكورس ده هنتعلم ازاي تجيب سبونسر للايفنت بتاعك من اول، ازاي تجيب الكونتاكت بتاعه، ازاي تكلمه اول مكالمه اول كولد كول، البروبوزال اللي هو مستنيه منك بيبقى شكله عامل ازاي، والنيجوشيشن معاه، واخر حاجه انك تمضي معاه الام او يو او الكونتراكت اللي هو عايزه. انا يحيى عبد الفتاح، اشتغلت على اكتر من 13 ايفنت من حيث السبونسرشيب اللي فيهم، وفي الكورس ده هقول لكم على التجربه بتاعتي كلها من اول بدات ازاي لحد دلوقتي لما قفلت اكتر من 130 ديل مع 130 سبونسر.